تزداد وتيرة تدفق اللاجئين السوريين إلى الحدود التركية بانتظار الوصول إلى ملاذ من عمليات واسعة تشنها قوات النظام في حلب بدعم إيران وحزب الله على الأرض وغطاء جوي روسي. قضى بعض هؤلاء النازحين الليلة في مخيمات أقيمت على عجل حول بلدة باب السلامة الحدودية، لكن بعضهم لم يجد مأوى رغم البرد القارس مما فاقم مأساتهم. السلطات التركية تقول إنها لن تغير موقفها في التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين وتعهدت بتقديم المساعدات لهم. ما زلنا متمسكين بسياسة الحدود المفتوحة للأشخاص الفارين من عدوان نظام الأسد والضربات الروسية. إنهم يفرون من هذه الأفعال، لذلك نحافظ عليهم من خلال اعتماد سياسة الباب المفتوح. لكن الحدود ما تزال مغلقة، ولم يتمكن إلا عدد قليل من اللاجئين من عبور الحدود. نحن نروح مساء على المخيمات، الحرم على أطفال هالصغار، عنا أطفال من عمره شهر، من بل يعني نلتجأ لتركيا في أمان، ما في قصف. يعني مثل ما ساعدنا بالأول وسيد رجب طيب أردوغان قال للسوريين إن أخوتهم لازم ما يتخلى عنهم، لازم يرجع يفتح الباب. هذه الأزمة خيمت على اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في أمستردام، إذ دعا الاتحاد إلى فتح الحدود بوجه اللاجئين. هناك واجب أخلاقي إن لم يكن قانوني لتوفير الحماية لهؤلاء اللاجئين. الاتحاد الأوروبي يوفر التمويل لتركيا للتأكد من أن أنقرة لديها الوسائل والأدوات والموارد اللازمة لاستضافة وحماية أولئك الذين يطلبون اللجوء. وفيما تستمر السلطات التركية بتقديم مساعدات للنازحين في الأراضي السورية، يواجه هؤلاء الفارون من القتال مصيرا مجهولا مع خيارات صعبة، منها البقاء في تركيا إذا ما فتحت هذه الحدود بوجههم، أو اللجوء إلى البلدان الأوروبية رغم المخاطر والقوانين التي تصعب كل فترة في الدول التي تستقبل اللاجئين. لكن تركيا التي تضم أكثر من 2.5 مليون لاجئ سوري تواجه صعوبات في تحمل تكاليف هؤلاء اللاجئين مع ضغوط أوروبية لضبط حدودها.